شوف كيفاش كيدافع على المخزن، شوف كيفاش كيدافع على سواعده، شوف 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 شوف. وبالفعل كنتخول كنشوف ديك المقاطع وكيبقى فيا الحال بزاف. المغرب وقالوا لي بلي انا السيد هذا فعلا راه طفح الكاين، وقالوا لي توكل على الله، بين الناس الاخطاء ديالو لعل وعسى الناس تنتبه للمنهج ديالو، ولعل هو كذلك يقبل الانتقاد ويراجع نفسه. قال لك سيدي التطبيع هو اجتهاد يؤجر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجرا، وان اجتهد فلم يصب فله اجر، وهو اجر الاجتهاد في الاول، اجر الاجتهاد واجر اصابه الراي الصحيح. انا راه قلت لكم راه من مده وانا ساكت وقلبي راه عامر عليه، ولكن دابا راه والله ما غادي نسكت. وقت ما شفتو دلس ولا كذب على الناس راه غادي نخرج وغادي نبين لكم التدليس والكذب ديالو. ملي وقع المغرب اتفاقيه التطبيع المشؤومه مع الكيان، لكن حمزه الخالدي بنفس الطريقه المعتاده غادي يخرج وغادي يدلس على المغاربه. هو طبعا هو كيقدم نفسه على انه واحد الانسان اللي هو ماشي عاطفي، وان كل الامور هو كيفكر فيها بالعقل وكيدرسها بالعقل وكيحللها بالعقل. فاجو نشوفوا مول العقل شنو قال على التطبيع، وانتبهوا كيفاش كيدلس على الفقه وكيفاش كيحاول يبرر التطبيع بنفس الاسلوب المعتاد اللي هو اطفاء واحد الصبغه شرعيه على التبرير ديالو. قال لك سيدي في بدايه الفيديو بان التطبيع هو كيتصنف من النوازل في الفقه، كيتصنف من النوازل. فغير في هذه الجزئيه هذه الاولى اللي بدا بها خصنا نطالبوك السي حمزه الخالدي انك تجيب لنا شي فقهاء معتبرين اللي كيقولوا بان التطبيع هو من النوازل، لان القدس والاحتلال ديالهم طرف الصهاينه هذه مساله عقديه. فها فعلا انا واعوذ بالله ان اكون كذلك ابرر للتطبيع، الجواب واضح، أعوذ بالله أن أكون من المطبعين. والتطبيع جريمة، والتطبيع حرام، والتطبيع من الكبائر، والتطبيع خيانة. تمام؟ عندما كنت أتكلم عن الموضوع كنت أتكلم عن الحكم الشرعي الذي أتبناه، وغريب أن المقطع فيه 20 أو 25 دقيقة ويأتي الإنسان يأخذ منه ما يشاء وما يخدم ما في قلبه، وهذا أنا أستغربه استغرابا كبيرا. فأنا مستغرب جدا كيف الإنسان لا يرى سابق الكلام ولا لاحقه قبل أن يستدل بسياقه، وهذا من الجور ويدل على شيء في النفس لمن يقوم بمثل هذه الأمور. ثانيا، في وقت التطبيع يعني هذا المقطع له 3 سنوات، وفي نفس السنة أيضا أو في نفس الشهر شهر التطبيع أنا تكلمت في لايف عن الصلاة وسئلت وقلت التطبيع خيانة، التطبيع جريمة، التطبيع كبيرة من الكبائر. لكن المغرب قام ب استعادة العلاقات مع الكيان المختل، هذه الحركة تتعلق بدولة، تتعلق برؤية، تتعلق بسياسة، هذه السياسة أنا لا دخل لي فيها. عندما قلت هذا الكلام خرج مجموعة من الشباب يسبون العلماء، فهذه ظروف وأجزاء وأفراد القضية حتى تستطيع أن تحكم عليها، وهذه من القضايا الأصولية التي قد تغيب ويغفل ولا يعلمها ويجهلها كثير مما يتحدث في مثل هذه الأمور. قلت هذا الكلام وقلت بأن هذه السياسة أنا لا دخل لي فيها، لكن الآن في ذلك الوقت اجتمع كثير من الشباب وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسب علماء المغرب واتهامهم بالخضوع واتهامهم بالسكوت واتهامهم بالخيانة وبالعمالة، فخرجت في مقطع ثالث ها وقلت: لماذا سكت العلماء؟ فقلت: هم عن علم سكتوا، وإن نطقوا عن فهم نطقوا، وما أدرانا أنهم شوروا، ها شاورهم أحد، ثم خلصوا إلى مثل هذا الكلام أو خلصوا إلى مثل هذه الرؤية، لأن هذه القضية قضية نوازل. النازلة ما هي النازلة؟ النازلة ليست هي الواقعة الحديثة التي تقع في المجتمع وهي محرمة أو جائزة، لكن يكون السياق والواقع يحكم بحكم يستوجب على العالم أن ينظر إلى المصالح وإلى المفاسد تقليلا وتكثيرا فيخرج حكما يخالف الحكم الأصلي لهذه المسألة، وهذا معروف عند الفقهاء وعند صغار طلبة العلم. تمام؟ والحمد لله هذا فقه النوازل امتاز فيه علماء المغاربة كالبنشريتي في المعيار المعرب والدكاري وغيرهم من العلماء، قد أشرفت على رسالة لأحد الطلبة في رسالة الدكتوراه في جامعة بن طفيل في القنيطرة قبل 3 أو 4 أكثر قبل 6 سنوات في فقه النوازل. فأنا أي ما أقول جيدا، فقلت التطبيع جريمة وخيانة، ودافعت عن العلماء وقلت: العلماء لو افشوا في هذه النازله او صمتوا في هذه النازله او لم يتكلموا في هذه النازله ليس لانهم متخاذلين، وهذا امر واضح، حتى لا نضع علماءنا بين يدي هؤلاء سفهاء الاحلام، هؤلاء الصغار. وانا لست ممن يقول الكلام ويغيره، لاني ما خرجت الى الدعوه الا ومنهجي واضح مضبوط اقوله اليوم واقوله قبل 5 سنوات، ولا احذف شيئا ولا اندم على شيء الا لاني اتاكد منه واراجعه قبل ان انشره. وإن بدا لي خطأه أو
بدا لي بعضهم خطأهم رجعت عنهم. فالتطبيع أنا قلت خيانة وقلت جريمة، وقلت من يسب العلماء المغاربة ويقول بأنهم دجل وخانوا فهذا لا يفقه شيئا ولا يفهم شيئا. فهذه من النوازل التي يعني تحتاج إلى نظر ودراسة حتى نغيرها من حكمها إلى حكم آخر في مرحلة معينة باعتبار المصلحة أو دفع المفسدة. كان الخمر هو أجمع العلماء على حرمته وهو يباع، القمار أجمع العلماء على حرمته وهو في المحلات، وأعظم من ذلك الربا، فهي محرمة بإجماع العلماء على مر العصور بصورتها التي هي عليه في الأبراج عندنا في المغرب، هي محرمة من أكبر الكبائر، وأفتى القرضاوي بجوازها بالصورة التي هي عليها. هو نظر في الواقع فأخرج لها حكما، صدق أو أخطأ هذا اجتهاد من اجتهاداته بغض النظر عن إصابة الحكم أو إخطائه الحكم. فأليس الحاكم هو أولى بالاجتهاد لأنه يعلم مصلحة شعبه وينظر إلى الواقع وينظر إلى غيرها من الأمور؟ أنا عقيدتي لن تتغير في اليهود، أنا كنت أتكلم عن العلماء وعن احترامهم وعدم اتهامهم بالسكوت والخنوع والخضوع. والسكوت هذا 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 حكم من الأحكام، حتى أن الأصوليين اختلفوا وقالوا لا ينسب لساكت القول، وقالوا بأن السكوت هو إقرار أو السكوت هو رفض، وهذا يرجع إلى منهج الرجل وتفريعاته وتأصيلاته وأحكامه ورؤيته في القضايا وغير ذلك من الأمور التي لا تسعى هؤلاء المتفرعة فهمها ولا تصورها، لأن هناك شيء في القلب يقود إلى الاتهام بغير دليل ولا بينة. فكون الربا موجودة فهل أنا أرضى عن الربا؟ كون الخمر موجود يباع هل أنا أرضى عن الخمر؟ كون القمار هل أنا أرضى عن القمار؟ فسبحان الله ما لكم كيف تحكمون؟ بل لي مقاطع كثيرة أرد فيها على المهرجان وأحذر فيها وأعاتب المسؤولين، ولي مقاطع كثيرة جدا 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 أكثر من 40 مقطع كما أخطأ أحد الإخوة في قضية فلسطين، وذهب حسابي في تيك توك وذهب حسابي وتوقف حسابي لي في فيسبوك وذهبت قناتي لي في اليوتيوب بسبب هذا الموضوع، بسبب موضوع فلسطين وبسبب دعمنا لهذه القضية. سبحان الله، من المهم جدا أن يفهم إخوتي أني أنا راه من دخلت لهذه المواقع التواصل معي في 2016 دابا 8 سنين راه ما كندخل منها والو. هاو الاولى ثاني راه ساهل تاكدوا من هذا الشيء، هذا ساهل ساهل ساهل، ما كاين لا اشهارات، ما خايف على قناتي، ما كنجمع اللايكات، ما كنتاجر بالدعوه والو الحمد لله. ثانيا ما عنديش زعما شي متجيد باش الناس يجيو لعندي، وما كنمشيش للمحاضرات بزاف وما كنمشيش للقاءات بزاف باش نروج زعما الحركه ونمشي عند هادو ونجلس عند هادو وندير صحاب هنا وندير صحاب هنا، ما نساليش انا عندي خدمتي وعندي تجارتي، ما كنمشي عند حتى شحال واحد من الفضلاء عيط ليا وكذا 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 وكذا، شتني في المغرب ولقيت الفرصه ولقيت هذا كنمشي على التحيه وكنمشي بحالي. وإن ذهبت وإلا مشيت راه كاينين بزاف ديال الناس إلا كاين منهم شي جرا يقدروا يخطبوا هادشي، هذا كيعرضوا عليا الأماكن البعيدة، كندير المازوط ولا ليسونس في طوموبيلتي وكنمشي كنخدم الغرض ونرجع، واخا تكون في أكادير ما نقدرش الطيارة نمشي نخدم الغرض ندير ديك الكلمة ونرجع في حالي، ما كناخدش مقابل، واخا تفرضوا عليا ما كناخدش مقابل، إلا جا واحد جاب شي عتيلة ويقول الله تشدها ولا حارس طوموبيل وزاد، وهادشي هذا كاين، لكن إلا كانوا شي وحدين ما بغاو يقولوا هادشي هذا أنا نصرح لهم يقولوا، فما كنطلب حتى شي واحد لا نمد أيدينا إلى الناس أبدا، لا الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا التيك توك، وانا عندي شي وظيفه في المغرب انا كنحسن صورتي باش الناس تجي عندي ولا كذا ولا كذا، بالعكس في تجارتي الحره الخاصه اللي هي خارج المغرب اللي جزء منها داخل المغرب اكثريه التجارات واكثريه الشركات يديرها اناس اخرين ماشي انا اللي كنديرها، باش ما تكون كلاش مع الناس باش ما يقولوش عندو شركه نتعاملوا معاها نديروا معاه، كنقلب يعني قدر المستطاع اني باش ما يحشمش انسان على وجهي يدخل معايا شي صفقه تجاريه. اذا ما عندي تسجيل، ما عندي جمعيه تنجمع عليها، ما كنجمع الجمعيات، ما كنمشي نفتح ابار، ما كنمشي نحفر ابار مع شي حد، ما كنمشي نوزع كتبه، ما كنمشي نوزع فلوس، ما كندير والو من هادشي هذا، اذا هاد الدعوه ما نستفد منها لا في الواقع لا في المواقع. اذا ولا اسالكم عليه اجرا ولا اسالكم عليه مالا، وقلت لكم مئات المرات، فعلاش انسان غادي يقول هادو راه كيديروا هادو راه كيديروا؟ ما فهمتش، ولا اتلقى اوامر ولا اتلقى توجيهات ولا لا من كبير ولا من صغير، لا من شرير ولا من خير، واه اللي كيعرفني راه يعرفني انايا، لأن الحمد لله الحاجه اللي اقتنعت فيها كنقولها بناء على دليل وآيات وقول وحكم يعني أراه وأنظر فيه وأقوله إن شاء الله وفق لما تعلمنا الحمد لله. وهذه فائدة هذا الدكتوراه التي أخذناها والتي تغيظ البعض، هي الدكتوراه لا تعني كل العلم ولكنها تعني علما ومنهجا، وهي صعيبة على بزاف الناس اللي ما لحقوش ليها وما وصلوش ليها وتعايروا وتسبوا وتنقصوا منها. صعيبة عليك ولدي، صعيبة عليك، صعيبة عليك الدكتوراه، صعيبة عليك ولدي، ما وفقكش الله ليها باش يعني ما تقول الدكاتره وهذيك الدار وهذيك وين وديرها، أنا تشد واحد 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 الباركور واحد النفس في البحوث 12 سنة قرا 4 سنين في الإجازة وقرا 3 سنين في الماستر وقرا 5 سنين 6 سنين في الدكتوراه وأنت كتوجدها ضرب لي واحد 12 عام ما عندكش النفس ليها، أنت كسول، أنت تربط ما عندكش، أنت وصول الثلاثة ما ختمتيهاش، أنت تكتب ما عمرك ختمتيه، أنت مسألة نعطيك تحرر علينا غير مسألة فقهية صغيرة نعطيك تحرر علينا ما تعرفش تحررها، واش بنادم متفق عندنا وزير ما عرفوش شناهو هي وتيجي يهضر. ولكن المشكلة للشباب لأن كل راه جا عندهم زيد بسم الله، كل واحد جات يضرب بسم الله، وهادو دابا اللي كيردوا عليا راه منهم، انا عندي مقاطع منهم، عندي مقاطع تيقوم لي بزاف الشباب وكانت عندي قبل ما ينسى يدير الصحاب في المغرب ويتصاحب مع هذا ويتبحلت على هذا، جاو الناس جا منهم جا لي منهم تبحلت عليا
وشيخنا ودكتورنا ونحن نفتخر. والله هذه الرساله كاينه، ولكن انا ماشي، انا عندي واحد شويه الادب، ادب ربي. انا ما كنسميش خوتي وما كنبغيش نطعن فيهم، واخا يكونوا على خطا، واخا يكون تبنج ديالهم مضرب شي شويه وكيجتمعوا معنا بزاف الامور، كنغمض عيني وما كنسميش، ما كنشناش. وجاء شيخنا ودكتورنا ونحن الحمد لله نحترمك واستفدنا منك، وانا تحت امرك اذا في توجيهات وكذا وكذا وكذا، وما قابلته وما كلمته وقلت صحح منهجك.